السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زيكم يا أحلى متابعين في الدنيا. أنا جاية لكم النهاردة، أنا وهنا وفارس. هنا وفارس عملوا تحلية جميلة جدا، هما طبعا هيقولوا لكم عملوها إزاي. اتفضلوا قولي يا هنا انت الأول. انا جبت دانت وبسكوت اوريو وعملتها وهريت الاوريو، وقمت جايبه الدانت وحطاه، وبعدها حاطه الاوريو مقلباهم وخلاص، وحطاها في التلاجة. وتبقى طعمها لذيذ. وانا بقى وانا جبت الاوريو وكسرته وحطيته في الدانت، وحطيت الدانت وحطيته في الفريزر وطلعته، بقى ساقع وطعمه روعة. طب كلوا يلا كده بقى. لايك 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 ما تنسوش تعملوا ايه لايك لايك في قناة مين؟ ممكن فراشة نجلاء عبد الخالق. هبقى اجرب انا التجربة التحلية دي، لان هنا فعلا بتعمل وصفات جميلة قوي، لذيذ. بتعمل وصفات حلوة، وبتحب تتفرج على قنوات الطبخ، وبتحب تخترع هي كمان اكلات لوحدها، تبقى شطورة. افتح لها قناة طبخ لوحدها. لايك لايك لايك. طبعا فارس وشه كده عشان اللي هو عمله في البث المباشر امبارح، كان بيهزر معاكم وعملها لكم فجأة هو وهنا. لذيذ جدا. انا هعمل تاني. وانا لو عايزين تعملوه احلى، جيبوا الاوريو حطوا الدانيت افردوه وجيبوا هوز اهريها وحطها فوق على الوش، يبقى طعمها جميل. ممكن نجيب شيكوبون ونرش عليها من فوق، وتزينيها تبقى شكلها روعة. ومارشميلو لو عندك، وممكن كمان لو شوية لبن كده يبقى طعمها جميل برضه. تبقى رائعة. أو قشطة، حتة قشطة كده بألف هنا. احنا عمته جابت لنا، جابت لي أنا هواشة اسويره ومعاه خاتم لو عايزين تشوفوها، وانا بابا وجابت لي 2 منوكير. وانت يا فارس جابت لي بابل. جميل البابل ده، يعني انتوا فرحانين بالهدايا. وبجيب لكم حاجه حلوات اللي انتوا عايزينها كلها، اي حاجه نفسكم فيه. ده انتوا حبايب قلبي، عشان انتوا اللي هتمسكوا القناه بعد كده. هنا هتقلبها طبيخ. بتعملي وصفات وحلويات بقى وتورتات. يلا يا حبايبي، اتمنى تعملوا لايك لهنا وفارس لو الفيديو ده عجبكم، وما تنسوش لايك واشترك واشتراك في قناة الفراشة نجلاء عبد الخال. باي باي. والسلام عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته.